كابتن نور مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، واحنا بنحتفل ب 111 سنه اهلي. طبعا، واحنا نحتفل معاكم كمان يعني. يسعدنا يا كابتن نور. عايزين نتكلم شويه واحنا ضيفنا في الاستوديو الكابتن رؤوف عبد القادر عن رؤيه حضرتك لعوامل وعناصر استمرار واستقرار عمليه النجاح المستمر في كافه الرياضات في النادي الاهلي، ايه السر فيها؟ والله السر في كل الاجيال بتسلم بعضها يعني. احنا طلعنا لقينا النادي الاهلي ما بيحتفلش غير بالمركز الاول، المركز الثاني يعني انت فشلت. فاجيال بتورث اجيال. فالمنظومه ماشيه من يوم ما دخلنا النادي الاهلي من واحنا في الناشئين لغايه دلوقتي، حتى واحنا بره النادي الاهلي احنا شايفين المنظومه مستمره وكله بيساعد كله بحب يعني لمصلحه الكيان يعني.